نبقى في الملف الروسي الأوكراني ونناقش آخر التطورات على الساحة السياسية وما هي التطورات التي تشهدها مناطق النزاع مع الكاتب والمحامي ناصر أبو نصار. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح الخير. نعم، بداية سيد ناصر، أنت عدت من روسيا قبل يومين، إذا في مجال تطلعنا على أوضاع الأردنيين هناك. والله الحياة في روسيا طبيعية جدا بالنسبة للأردنيين، كافة الخدمات مؤمنة، الدولة الروسية تعمل بشكل اعتيادي والمواطنين الأردنيين بأمان. طبعا أكيد المعاملة التقليدية، المحبة الدائمة بين الشعبين الروسي والأردني مستمرة. هاي الانسجام التاريخي اللي استضاف آلاف طلبة العرب وآلاف المغتربين العرب في كافة القطاعات والأردنيين تحديدا، وبتستمر هاي العلاقة المميزة داخل روسيا في ظل حياة اعتيادية دون إحساس حقيقي بثقل الحرب، وفي إطار التفاف شعبي روسي حول قراراتهم السيادية لحماية روسيا الاتحادية. نعم سيد ناصر، أنت المنطقة حضرتك اللي كنت موجود فيها وين، وكم هي قريبة أيضا من مناطق النزاع؟ أنا كنت في منطقة اسمها سمارة، هي تقريبا مجمع الصناعات العسكرية الروسية، واحدة من أكبر المدن واللي تعتبر واحدة من الدول اللي هي واحدة من عفوا المدن الرئيسية اللي فيها صناعات عسكرية روسية، وهي يعني قريبة وواحدة من بنك الأهداف اللي حكى عنها الناتو في حال لو صار نشب صراع مسلح مع الناتو تكون إحدى المدن الأساسية المستهدفة. ولكن طبعا يعني نحن لا نتمنى توسع الحرب. نعم، هل ما زال من ضمن السيناريوهات المتوقعة هو تدخل الناتو بشكل مباشر؟ في الواقع حاليا لا، كافة تصريحات الناتو بتأكد على أنه لن يكون هناك تدخل عسكري مباشر في النزاع اللي بيصير اليوم في أوكرانيا. عمليا الجميع يتحدث بلغة أقرب من الابتعاد عن الاشتباك المباشر ما بين الولايات الأمريكية المتحدة وروسيا، لأنه تكلفته السياسية على العالم بأسره لا يمكن الرجوع عنها، يعني قد يصل العالم إلى شفاء حرب نووية، وبالتالي يكون في عمليا مخاطرة كبيرة بدخول الناتو أو الولايات الأمريكية المتحدة في هذه الحرب، خصوصا أنه روسيا لم تذهب أساسا إلى هذه الحرب، يعني روسيا انقادت بشكل مجبر لتأمين مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي، لأنه أي توسع حقيقي على الأراضي الأوكرانية لحلف الناتو بيعني إعدام الأمن القومي الروسي بشكل كامل. نعم. بالإضافة لأنه الجميع يعتقد، وهنا يوجد إشكالية أساسية في الإعلام، تعرفي أنه نحن نتحدث عن لغة إعلامية تسلط على الحدث الأكبر أو الأبرز، الحرب لم تبدأ قبل أسبوع من الآن أو قبل 8 أيام من الآن، الحرب مستمرة من العام 2014، ولكن كانت تخاض بشكل مباشر من قبل الجيش الأوكراني على شعب لوغانسك ودانيتسك، اللذان قرر 4.5 مليون إنسان قرروا أن يستقلوا في جمهوريتين لهما، وهم يمارسوا حقهم في تقرير مصيرهم. لم تعترف الدولة الأوكرانية والجيش الأوكراني وللأسف المجموعات المتطرفة العنصرية بحق أكثر من 4.5 مليون إنسان بتقرير مصيرهم على أرضهم الوطنية. نعم. اللي هي جمهوريتين لوغانسك ودانيتسك. سيد ناصر، هناك تصعيد دبلوماسي، يعني يوم أمس طرد السفير الأمريكي من روسيا، لكن على أرض الواقع أو التطورات الميدانية ما زالت بطيئة، هل تربط هذا الموضوع بالمفاوضات على سبيل المثال؟ في البداية روسيا لم تتحدث عن اجتياح كامل لأوكرانيا، روسيا كانت تتحدث عن انعدام تسليحها، أوكي، ولديها عملية عسكرية دقيقة هدفها الأساسي هو تأمين الأمن القومي، يعني هي لم تتحدث عن أنها سوف تدخل كييف أو أنها سوف تقوم ببسط قوتها العسكرية في كافة الأحياء والمدن في أوكرانيا. هي تحدثت عن عملية عسكرية تستهدف ضرب بنك أهداف لمواقع عسكرية حساسة مثل المنشآت النووية، مثل بطاريات الصواريخ، ونجحت في تحقيق بنك الأهداف وتحييد سلاح الجو الأوكراني دمر بالكامل، أكبر منشآتين نوويات اليوم موجودات في يد روسيا. وفي نفس الوقت إحنا بنحكي
انه اكيد تم ايقاف العمليه العسكريه من اجل المفاوضات مده يوم ونص عندما اعربت القياده الاوكرانيه عن رغبتها في التفاوض. تم ايقاف العمليات العسكريه في اليوم الثاني ووصولا الى اليوم الثالث، يعني تقريبا يوم ونص الى حين انتظار الرد الاوكراني حول عقد المفاوضات المباشره تم وقف الاعمال، لانه الهدف الاساسي بالنسبه الى روسيا ليس احتلال اوكرانيا ولا عدم المؤاخذه الالتحام المباشر مع الشعب الاوكراني. هم الروس ينظرون الى الاوكران بانهم شعب موحد جزء من تجربه ثقافيه مشتركه، يرفضون استخدام الناتو للشعب الاوكراني ويرفضون وجود نازيين جدد في اوكرانيا. هم كانوا في الاساس من قتل اجداد الاوكران في الحرب الوطنية العظمى التي دفع الروس والأوكران ثمنها غاليا من قبل ألمانيا النازية. نعم. وبالتالي فقط لأضيء هذه النقطة، نعم التأخر يأتي بسببين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال واجتياح أوكرانيا بل تهدف إلى خلق الأمان الاستراتيجي الروسي عبر ضرب بنك أهداف عسكري محدد. ثانيا بالضرورة في ظل إطار وجود مناخ بيؤدي إلى مفاوضات وحل سلمي أكيد روسيا راح توقف العمليات، لأنه أصلا روسيا كانت تحاول حل الأزمة خلال 8 سنوات عن طريق اتفاقية مينسك، ماشي، وبالتالي كان يمكن تجنب كل هذه الأحداث لو التزمت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والناتو بالاتفاق الموقع في مينسك في العام 2014. نعم، الكاتب والمحامي ناصر أبو نصار، شكرا جزيلا لك.